بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. جئتم أهلا ونزلتم سهلا، وطبتم وطاب ممشاكم إلى لقائكم الشهري، لقاء طلائع الدعوة السلفية. أتمنى من الله أن تستفيدوا معنا وأن نسعد سويا في هذا الوقت الطيب المبارك. وقبل أن نبدأ في أي شيء، تعالوا معي أحبتي في جولة صغيرة نتعرف فيها على فقرات اللقاء الماتعة بإذن الله حتى نهايته. إن كل أمة تعتز بتاريخها وتفخر ببطولات أبنائها ورجالاتها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخر هي الأمة الإسلامية، لما أنجبته على طول تاريخها من رجال وأبطال وأفذاذ يقف التاريخ أمام صفحاتهم وقفة إعزاز وفخر. ليس هذا فحسب، بل بشهادة العزيز الغفار كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا ما سنتعرف على حقيقته إن شاء الله تعالى في فقرة أولئك آبائي. ما زال الإعلام يمارس دوره في تزييف الحقائق والخداع، بحيث يقوم بتلميع شخصية معينة أو حزب معين أو طائفة معينة، وفي الوقت نفسه وبنفس الأسلوب والطريقة تجده يشوه صور شخصيات ودعوات هي في الحقيقة دعوات ربانية. ونستمع لكلمة غالية من شيخنا الجليل الفاضل الشيخ عبد الرحمن علاء الدين، يحدثنا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعن سمعت عني فاسمع مني. وبعد ذلك بإذن الله تعالى نذهب سويا لإحدى المدارس ونستمع لحوار شيق جدا بين طالبين من طلاب هذه المدرسة، بين محمد ومحمود، ونرى سويا على ما سينتهي حوارهم. ومن جيل إلى جيل سيكون معنا بإذن الله ضيوف أعزاء
كانوا شبابا من شباب الدعوة السلفية، نتعرف عليهم ويحكوا لنا مواقف حدثت لهم ونستفيد من تجاربهم، وفي النهاية نتناقش سويا ونتحاور معا، ومع فقرة جاوب معنا في ختام لقاء طلائع الدعوة السلفية. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني، شعاري دائما واحد وديني في الدنا خالد، نبي للهدى رائد وبالإسلام أوصاني. فهيا إخوتي هيا أناديكم إلى العليا، أعيد المجد والنحيا، نسد في ظل قرآني. والآن مع أولى فقرات لقائنا الماتع، ومع صفحة مشرقة من صفحات تاريخنا المجيد، نتعرف من خلالها على أمجاد أبطالنا وفخر تاريخنا وفقرة أولئك آبائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من سعادة الإنسان أن يصبح رأسا في الخير يقتدي به الناس، ومن سعادته أن يصبح رأسا في الدعوة إلى الله وإيصال الخير إلى الناس في كل زمان ومكان. وضيفنا اليوم كان رأسا في إيصال الخير للناس والدعوة إلى الله على بصيرة، ولذا فإنه ما من مسلم يعيش على أرض مصر يؤمن بالله واليوم الآخر إلا ويأتي يوم القيامة في ميزان حسنات ضيفنا المبارك. فيا ترى من هو هذا الضيف الكريم؟ إنه فاتح مصر عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم، ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 47 عاما، وكان من فرسان قريش وأبطالها. عمرو بن العاص داهية قريش ورجل العالم، ومن يضرب به المثل في الدهاء والفطنة والحزم. أتى عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام، فقال عمرو: يا رسول الله، إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما قبله، وإن الهجرة تجب ما قبلها. وكان إسلامه في العام الثامن للهجرة، وقد تجاوز 50 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وقال عنه أيضا: ابن العاص مؤمنان، عمرو وهشام. وقال صلى الله عليه وسلم: عمرو بن العاص من صالح قريش. أما عن إخلاصه رضي الله عنه فقد قال هو فيما يرويه عن نفسه: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. قال: فأتيته وهو يتوضأ، فصعد في البصر وصوبه، ثم قال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك رغبة صالحة من المال. فقال عمرو رضي الله عنه: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكنما أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقا أولئك آبائي. وعندما نتحدث عن النقطة الأهم في حياته رضي الله عنه، وهي جهاده، فقد استعان الفاروق عمر رضي الله عنه بخبرات عمرو وقدراته، ووضعها في خدمة الإسلام والمسلمين، ففتح الله على يديه سواحل فلسطين بلدا بعد بلد، وهزم جيوش الروم جيشا بعد جيش،
ثم اتجه إلى حصار بيت المقدس. وقد شدد عمرو الحصار على أولى القبلتين وثالث الحرمين حتى زرع اليأس في قلب قائد جيش الروم، وحمله على التخلي عن المدينة المقدسة، واستلم عمرو القدس وأعادها للمسلمين. فمن منا سيعيد الأقصى للمسلمين؟ من منا سيحمل هم هذا الدين؟ ثم توج عمرو بن العاص رضي الله عنه انتصاراته بفتح مصر وضمها إلى عقد الإسلام. وقد فتح مصر في ربيع الأول في السنة 20 من الهجرة، فتوجه بجيش مقداره 8,000، وكانت أول مواجهة بين الروم والمسلمين عند حصن الفرما. فحاصرهم عمرو في الحصن شهرا كاملا وقطع المعونات عنهم حتى ظفر بالحصن، ثم زحف نحو حصن بلبيس، ثم حصن أم دنين، ثم حصن بابليون، وكان من أشد الحصون منعه، وفتحه الله على يديه بعد حصار دام لأكثر من شهر. ثم توجه عمرو لفتح الأسكندرية في محرم سنة 21 من الهجرة، وحاصرها 3 أشهر حتى فتحها الله على يديه. وبهذا تم له هذا الفتح العظيم الذي سيبقى منة له على كل مصري وفي ميزان حسناته رضي الله عنه وأرضاه. وعندما نأتي لمواقفه رضي الله عنه مع نصارى مصر، نعم نصارى مصر، فستجد العجب العجاب. فقد برز مشهد تاريخي عندما خير عمرو بن العاص رضي الله عنه أهل الكنانة بين الإسلام وبين البقاء على دينهم، فأسلم من أسلم منهم، ومن بقى منهم على دينه دفع الجزية، وكان مقدارها ديناران على من بلغ الحلم منهم. وأيضا نأتي لمشهد من أعظم مشاهد التاريخ عندما قام عمرو بن العاص رضي الله عنه برفع الاضطهاد الذي كان يعاني منه كل نصراني أثناء ولاية الروم لمصر، وأعاد إليهم بنيامين كبير نصارى مصر. نعم أعاده إلى مكانه، لم يجبره على الدخول في الإسلام، ولم يخطفه، ولم يحبسه في المساجد، بل أعطى له ولكل نصراني الأمان. فهل يتخيل بعد كل هذا أن نقوم نحن أحفاد عمرو بن العاص رضي الله عنه بحرق الكنائس وخطف النصارى؟ ولكن هيهات ثم هيهات، فمن الذي يخطف من؟ فنحن أحفاد عمرو بن العاص رضي الله عنه بريئون من كل هذه التهم. وبعد حياة مليئة بالبذل والكفاح والتضحية، نام عمرو بن العاص رضي الله عنه على فراش الموت ليلقى ربه عز وجل وليلحق بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فرضي الصحابة أجمعين: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أخي المجامع. كي نذكر أبطالا قد فتحوا الدنيا بالدين، داموا للأبطال مثالا ما اتصفوا بجبن أو لين. هيا كي نذكر أبطالا قد فتحوا الدنيا بالدين، داموا للأبطال مثالا ما اتصفوا بجبن أو لين. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو يقدم ترجمة عمرو بن العاص رضي الله عنه: داهية قريش ورجل العالم ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزن، هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما في أوائل سنة 8 مرافقا لخالد بن الوليد رضي الله عنه وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة، وعن قبيصة بن جابر قال: قد صحبت عمرو بن العاص رضي الله عنه فما رأيت رجلا أبين أو أنصع رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه. وقال محمد بن سلام الجمحي: كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. على يدي عمرو أشرقت مصر بنور ربها،
وأضاءت جلبتها بالحنيفية السمحة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تبارك وتعالى أوصل إلينا هذه النعمة التامة عن طريق عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأصحابه يعني الكرام. فيا عمرو بن العاص رضي الله عنك، ليس في ميزان حسناتك فقط ابنك العالم العابد البحر عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وليس في ميزان حسناتك فقط إسلامك وإيمانك الذي شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادك في سبيل الله، لكن في ميزان حسناتك بإذن الله حسنات كل مصري أعزه الله بالإسلام منذ أسعد يوم في تاريخ مصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد تمت نعمة الله على أهل مصر وخرج أهلها من الظلمات إلى النور، وأشرقت أرض وادي النيل بنور ربها، وخرج أهلها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جول الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. عرف هذا المسجد الجامع مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بصفات كثيرة وأسماء عدة، منها مسجد أهل الراية الأعظم، ومسجد النصر، ومسجد الفتح، وجامع عمرو، والجامع العتيق، وجامع مصر، وتاج الجوامع. وصفه ابن دقماق وذكر أنه إمام المساجد. هذا المسجد الشريف هو أول مسجد بني في أفريقيا وأول جامعة. فجزى الله عنا عمرو بن العاص وصحبه المجاهدين الكرام خير الجزاء. حقا هؤلاء هم آبائي، ليس الفراعين هم آبائي. نعم هؤلاء هم آبائي، ليس الطواغيت هم آبائي. نعم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم آبائي. هم صفوة الأقوام فاعرف قدرهم، وعلى هداهم يا موفق فاهتدي، واحفظ وصية أحمد في صحبه، واقطع لأجلهم لسان المفسد. فالله زكاهم وشرف قدرهم، وأحلهم بالدين أعلى مقعدي. والآن مع شيخنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن علاء الدين، وسمعت عني فاسمع مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمد ونستعين واستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا طلائع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الذين يوفقهم الله عز وجل للعودة، ليس بأنفسكم فقط وإنما بالأمة كلها، إلى منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم آمين. أحبتي في الله، نعم لابد أن نسمع من أنفسنا وأن يسمع الناس منا ولا يسمع عنا، لأن أصدق من تحدث عن نفسه. وأصحاب المنهج السلفي لا بد وأن يتكلموا عن منهجهم، خاصة وأنتم تسمعون ما يدور من الحديث حول السلفية والسلفيين، وأنتم من أولى الناس معرفة بهذا المنهج، حيث في المدارس وعلى اختلاف مستوياتها تحتكون مع زملائكم، تحتكون في بيوتكم، تحتكون
في حتى في المساجد من الناس من لا يعرف ما هي السلفية وما هي عناصرها وما هي ثوابتها. واليوم في كلمة مختصرة أتحدث حول هذه النقطة، لكن أول ما أتحدث عنه أنه ينبغي أن يستمع الناس لنا حتى نحدثهم بحقيقة أمرنا. الله تبارك وتعالى قد ذكر أن وسيلة الصد عن السماع ومنع الناس من أن يسمعوا من أصحاب الحق كلامهم هذه وسيلة فاشلة، كما ذكر الله تعالى عن المشركين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا ابتداء، فيريدون ألا يسمع الناس من أصحاب المنهج منهجهم ولا من أصحاب هذا الالتزام كيف هم ملتزمون وما هي ثوابتهم. فهذا منهج فاشل ولا شك. وقد حرص المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصدوا الناس عن أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه بل والأنبياء قبله، كما ذكر الله تعالى عن الأنبياء قبله وكما ذكر أهل السير من أن نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، بذل كل وسعه حتى يسمع الناس منه دعوته إلى الله تبارك وتعالى. فما كان من الكافرين منهم إلا أنهم كان يأتي الرجل بابنه وابن ابنه، يعني يأتي بأحفاده، يأتي بأحفاده إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيقول لأحفاده هذا الرجل لا تسمع منه، ويقول لأبنائه هذا الرجل لا تسمع منه. فالصد عن السماع من أصحاب الحق حقهم هذه وسيلة استخدمها الكفار مع الأنبياء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، واستغملها الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صنديد من صناديدهم يقول وقد حضرت إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقد عمدت إلى كرسف فوضعته في أذني. عمد إلى كرسف إلى قطن فوضعه في أذني حتى لا يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخوة الكرام الحق هذا لا يحجبه شيء، الحق هذا مثل الماء لا يحجبه شيء، له قوة هائلة في الاختراق والدخول إلى أماكن لم يتصور الناس يوما أن يدخلها شيء، تجد الماء يدخلها لا يمنعه أحد. وهكذا دعوة الحق، هكذا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول، فأنه لابد أن يسمع الناس، وأن صد الناس عن السماع هذه وسيلة فاشلة، وأن الحق سوف يدخل كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، ما في مكان إلا وستدخله دعوة الحق إن شاء الله تعالى. لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من حاملي هذا الحق، هذا هو الذي نسأل الله تبارك وتعالى إياه، أن يجعلنا من حاملي هذا الحق الذي يدخل إلى كل مكان. النقطة الثانية وهي حول السلفية، ما هي، ما حقيقة السلفية؟ إذا نظرنا إلى التاريخ باختصار وجدنا أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وظل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله كما يحب الله تبارك وتعالى 13 عاما حتى أذن الله له في الهجرة، فهاجر إلى المدينة وأتم فيها 23 سنة عليه الصلاة والسلام، علم فيها الناس مما أنزل الله عليه من القرآن ومما أوحى إليه من السنة هذه الفترة كلها، حتى صار أمر مستقر في جانب العقيدة، عقيدة في الإيمان بالله تبارك وتعالى وبالكتب وبالرسل وبالقدر وباليوم الآخر، استقرت هذه العقيدة بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالسنة. ورتب لهم صلى الله عليه وسلم كيف يعملون بأركان هذا الدين، كيف يتعبدون إلى الله تبارك وتعالى،
نظم لهم كيف هي تكون حياتهم كلها عليه الصلاة والسلام. فكان هذا هو الدين، يشمل جانب عقيدة يعتقدون في قلوبهم، جانب عبادة يتعبدون إلى الله تبارك وتعالى، وجانب آخر يسوسون به أمورهم، ينظمون به مجتمعهم. بعد أن أكمل الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبعمل رسوله صلى الله عليه وسلم الدين، فصار الدين عبارة عن شيء، قناعات عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قناعات إيمانية وناحية تطبيقية للدين، أذن الله تبارك وتعالى أن يتوفى رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء الصحابة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هؤلاء كانوا من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصدق التلاميذ الذين تتلمذوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا بنفس ما قام به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم توفى الله تعالى أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب، ذهب هذا الجيل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أتى أناس من بعدهم تلاميذ مخلصون لهذا الجيل أيضا، فقاموا بالدين من ناحية القناعات، من ناحية الاعتقاد، من ناحية قضية كيف يعملون بالدين، كيف يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انتهى عصر التابعين، جاء تابع التابعين، مر حوالي 300 عام من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من وفاته تقريبا، وهذه 300 عام كانوا أخلص الناس وأقوى الناس في إقامة الدين على الصورة التي كان يقيم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين، وهذه هي التي امتدحها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة هي التي امتدحها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يروي الإمام مسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. دول أفضل مرحلة زمنية عمل الناس فيها بالإسلام، اللي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي كان فيها الصحابة، واللي كان فيها التابعين وتابعوهم، حوالي 300 سنة تقريبا الهجرية الأولى. انتهت هذه المرحلة، ذهب الإسلام؟ لم يذهب الإسلام، لكن الخطورة إن الإسلام كان قد انتشر انتشارا واسعا، ودخل في الإسلام أناس كثيرون لم يتربوا التربية الكاملة كما ترباها الجيل الأول هذا، لأن الصحابة كانوا مع المعلم الأول عليه الصلاة والسلام، التابعين كانوا مع التلاميذ الأوائل، تابعوهم كانوا معهم أيضا، فده كان جيل ربي عن قرب على عيون المعلمين الأوائل، فكانوا هؤلاء أقرب الناس لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا أصح الناس من حيث الفهم ومن حيث التطبيق، لأن أي إشكالية كانت تعرض عليهم عندهم على طول المنهج قريب منهم جدا. بعد انتهاء هذه المراحل، ودخلت أناس من فارس، ودخلت أناس من الروم في الإسلام، واتسعت الرقعة وبقت الأطراف بعيدة جدا، الناس اللي دخلوا في الإسلام حديثا دول كان معهم أفكار، وكان فيهم شوية أشياء فيها بعد عن المنهج الأصيل. فماذا يفعل المسلمون الخلص الموجودون في هذا العصر؟ قالوا لابد وأن نعود إلى الطائفة الأولى اللي امتدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن دول أصح ناس وأصدق ناس، لأن دول مدحهم الله تبارك وتعالى في كتاب، كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم في ساعة العسر، وكما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الطائفة الأولى، المرحلة الأولى دي لا تعوض، وهم دول الناس اللي ربنا امتدحهم وأثنى عليهم وقال هم دول الناس اللي يجي من بعدهم يا يكون زيهم يا يبقى محتاج لتعديل،
يا يكون زيهم يا يبقى محتاج لتصحيح، كما قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، مش ما آمنت. الكلام مش للنبي صلى الله عليه وسلم بس، ده هو وهذه الطائفة، لأن دول متربيين على يديه عليه الصلاة والسلام. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقالوا لابد أن نرجع إلى المرحلة دي، هي دي المرحلة اللي الناس اللي كانوا فيها كانوا أفهم الناس وأصدق الناس، وربنا شهد لهم في الجملة بالخيرية. فعادوا إليهم وسموا أنفسهم، دول الناس أهل السنة والجماعة، كانوا الأول أهل الجماعة اللي اجتمعوا في عهد معاوية بتنازل الحسين رضي الله تعالى عنه، ثم كانوا بعد كده مرحلة أخرى قالوا برضو نرجع إلى اللي قبلهم، فسماهم الناس أهل السنة والجماعة. فكانت التسميات دي بمثابة دلالة على أن هؤلاء هم أصحاب اتباع لأصحاب المنهج الأول. فالتسميات ديت ليست تسميات بدعية وليست اختراعات حديثة لدين حديث، لا، دي تسميات لمنهج للدلالة على أن هؤلاء هم صورة طبق الأصل من المرحلة الأولى اللي امتدحها ربنا سبحانه وتعالى وامتدحها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ذهبت الأجيال دي، جم الأجيال اللي بعدهم، قالوا برضو لابد عشان ننجو وعلشان لا يحدث انحراف نرجع إلى الصورة طبق الأصل من التي يحبها الله تعالى ويحبها الرسول صلى الله عليه وسلم. فسموا أهل السنة والجماعة، سموا أهل الحديث، أسماء كلها تدل على معنى واحد. إيه المعنى الواحد ده؟ الفهم اللي كان فهمه الجيل الأول اللي عصروا وتعلموا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعوهم بإحسان كما ذكر الله تعالى في كتابه. وظلت التاريخ يعني يجري بأصحابه حتى جاءت العصور الأخيرة القريبة منا والتي نعيشها حتى الآن. فكان أصحاب هذا المنهج الذين سموا أنفسهم أو سماهم الناس بأصحاب الدعوة السلفية أو أصحاب المنهج السلفي أو السلفيين، هذه أسماء لا تضر وليست ببدعة منكرة. لماذا؟ لأن هذه الأسماء شرطين اثنين في أي تسمية يعصموها من الزلل ومن الخطأ. أولا أن لا تكون هذه التسمية تسمية بدعية، ما يكونش نصرة، ما يكونش نصرة لمذهب ضال، ما يكونش نصرة لفهم خاطئ، ما يكونش أشعرية، ما يكونش ماتريدية، ما يكونش شيعية. دي أسماء لها دلالات خاطئة في الفهم، ده أول شرط. الشرط الثاني أن لا يكون التعصب لها كاسم، إنما ما دام اسم يدل على منهج، يدل على منهج للفهم، يدل على منهج لتطبيق الإسلام، ما فيش إشكال في التسمية. وربنا سمى، هو سماكم المسلمين من قبل وسمى المهاجرين وسمى الأنصار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تعصب أناس لإسم الأنصار وتعصب أناس لإسم المهاجرين قال دعوها فإنها منتنة. إذن التسمية لا إشكال فيها، إنما الإشكال التسمية دي تعني إيه؟ تعني إيه؟ عشان ما حد يقول يعني إيه أنتوا سلفيين؟ أو يعني إيه المنهج السلفي؟ أو السلفيين بيعملوا، نقول له أنت فاهم يعني إيه سلفيين الأول؟ فاهم يعني إيه منهج سلفي؟ منهج سلفي ده مش اختراع جديد في الإسلام، مش فكرة جديدة بنطرحها في الإسلام، لا. ده المنهج السلفي ده عبارة عن دعوة للعودة إلى الأصل. وما فيش حد ابدا المفروض يرفض ذلك. انا وانت اختلفنا على شخص على قول، نعمل ايه؟ نرجع الى الاصل، نرجع الى الاصل كما ارشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ها، فعليكم بسنتي ارجع للاصل. ف
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن نكون سلفيين، يرشدنا إلى أن عند تطور الزمان ودخول المصطلحات ودخول الأفكار أن ننادي أن نرجع إلى الأصل المنهج الأول. ناهيك بقى عن ما يثيره الناس من شبه، ناس انتوا طلعتوا جداد، لا ابدا، ده اقدم ناس هم اصحاب هذا المنهج، اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه والتابعين، اللي كانوا معتقدينه السلفيين النهارده بيقول لابد ان نعتقد هذا الاعتقاد، اللي كانوا بيطبقوا به العبادات السلفيين بيقولوا لازم نطبقه زي ما كان بيطبقه الصحابه والتابعين، منهج الحياه بنقول زيهم. يجي واحد على طول مباشرة يقول يبقى انتوا عاوزيننا نرجع نركب جمال ونرجع ونترك حضاراتنا. نقول لا طبعا. ليه؟ لان احنا الدين او التدين ده دائرة، حياة الانسان دائرة كاملة، هناك ثوابت لا يسمح فيها بالتغيير، ما بتتغيرش ولا بتتبدل مع تغير الزمان ولا المكان. عقيدة لا تبدل، عبادة لا تبدل، كيفية تعبد لا يبدل، أخلاق لا تبدل، العدل كان في إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يجيش في الزمن ده يقولوا لا الظلم هو اللي بقى كويس دلوقتي. العفة مدحها الله تعالى ومدحها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيش واحد يقول دلوقتي لا الانحراف الخلقي بقى هو اللي مناسب لعصرنا. إذن الأخلاق، القواعد العامة اللي في اتباع الدين هذه لا تبدل ولا تغير، لكن في جانب تاني جزء كبير تركه الله تعالى مساحة لاجتهاد الناس، كالعلوم الحديثة مثلا في أمر طب، في أمر هندسة، في أمر تربية، في أمر حسابات، في أمر جدولة، في أمر هذه أمور حديثة لم يأتي فيها نصوص، مفيش نص في القرآن أو في السنة قال تعمل العملية دي بالطريقة الفلانية أو تستخدم الوسائل دي في البناء الفلاني، لا، تركها الشرع. إذن أنت من حقك أنك تجدد فيها، نعم، وتفوق الناس وتفوق العالم، نعم، كمسلمين، بل إحنا كمسلمين أولى الناس بأن نقود الناس. إذا كان معانا ميزان الذهب اللي بنوزن بيه كل الأمور واستقام لنا الجزء المهم جدا في حياتنا اللي هو جانب الدين، يبقى جانب الدنيا ده اهون بكتير، اهون بكتير. ولا يغركم يا شباب ان نلاقي ان اوروبا متقدمة مثلا عنا في علم من العلوم، لان هو كل جهدهم وفكرهم وضعوه في هذه النقطة، انما انت عندك حاجات اوسع واكبر وانت مطالب ان تسبقهم. إذا بذلت جهدك واستعنت بالله تبارك وتعالى، ما المانع أن يكون من المسلمين أحسن الناس، طبيب في العالم، أحسن مهندس في العالم، وهذا إن شاء الله يكون. وتعلمون أن من أحدث أو من أكثر العلماء في العالم شموخا الآن في معظم الفروع من المسلمين، لكن نحتاج إلى الضبط الأول، فلا تعارض أبدا بين الالتزام بالمنهج السلفي والتقدم الحضاري، ليس بجديد المنهج السلفي، بالعكس ده عودة إلى أقدم منهج اللي طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كثير من الأشياء يثار الآن، لكن معرفة الأصل الذي تسير به هذا هو أهم ركن ينبغي أن نحفظه وأن نسعى إلى فهمه فهما كاملا، حتى لا أطيل وأترككم في يعني باقي فقراتكم هذه الماتعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأهنئكم بهذه العودة الحميدة لنشاط الطلائع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا ذخرا للإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. جزى الله خيرا شيخنا الجليل على كلمته الرائعة الماتعة.
وحان وقت الذهاب سويا إلى المدرسة وداخل فصل من الفصول، وهناك من الشباب من تأثر بالهجمة الإعلامية على الدعوة السلفية والملتزمين بدين الله عز وجل بإلصاق التهم بهم، مثل أن كل شيء عندهم حرام، وأنهم يكفرون الناس ويقيمون عليهم الحدود ويقطعون آذانهم، فيرفض الشباب الالتزام بدين الله عز وجل حتى لا يكونوا أمثالهم. فتعالوا سويا نرى ما الذي دار بين الطالبين. سلام. سمعت حوض على اللقاء طلائع الدعوة السلفية؟ لقاء؟ لقاء ايه وايه الطلائع وايه الدعوة السلفية؟ ايه يا عم مش عايش في الدنيا ولا ايه؟ معقول عمرك ما سمعت عنها؟ لا يا عم ما سمعتش. ولا حتى شوفها يا عم في الفيسبوك ولا في اي مسجد؟ يا عم بقول لك لا، انت دول تتعلم معاك ولا ايه؟ يا عم مش هتعلم ولا حاجة يا عم. بص ده لقاء بيجتمع فيه شباب قد وقدك من مناطق مختلفة ومدارس مختلفة مرة واحدة بس في الشهر. درس يعني؟ يا عم مش درس يا عم، ده لقاء بنجتمع فيه وبيخاطبنا بفقرات جميلة ومفيدة، واللي بيقدمها دي شباب قد زيك. طب وايه طلع الدعوة السلفية دي؟ دول ناشئ مسلم ملتزم من صغره، أو يعني ببساطة شباب قد وقتك، زي طلع الجيش يعني. يعني ناس بتضحك سهرة من هي صغيرة. أنت بتضحك على إيه؟ مش هي دي الحقيقة؟ بضحك عشان أعرف يضحكوا عليك ويقنعوك إن هي دي هو إن هو ده التعقيد، بس مش هي دي الحقيقة طبعًا. يعني أنت عايز تقنعني إن أنتوا مش متشددين؟ لا طبعًا. إزاي؟ ده أنتوا كل حاجة عندكوا حرام، حتى الكورة حرام، عشان الكورة كفر والهجمة مرتدة، مش هو ده كلامكم؟ شفت إن هم عرفوا يضحكوا عليك؟ ممكن بقى تسمعني أوضحك؟ يا عم وضح لي أهو. أول حاجة إحنا منهجنا كدعوة سلفية إن إحنا بنتبع كتاب السنة بفهم أعلى من الناس في كتاب السنة، واللي هم الصحابة والتابعين. واللي احنا بنعمله دلوقتي السلف الصالح، ليه حاجه مش معنى حاجه اي حاجه حرام الا لما يكون عندنا دليل عشان كفر ولا مرتد ده الكلام ده. يعني انت بتقول الكوره مش حرام؟ طب انت بتلعب كوره؟ بلعب كوره كمان، بلعب مع الناس اللي انت بتقولهم متشددين. مش هتصدق كمان لو قلت لك ايه؟ خد عنك المفاجاه دي، تعرف ان احنا بنروح المصايب، تعرف ان احنا بنروح المصايف وبننزل البحر وبنتفسح ونرفع عن نفسينا. انت بتتكلم جد؟ طبعا يا ابني بيضحكوا عليك. طب انا بسمع كل يوم والتاني ان انتوا عايزين تكونوا الحدود، ولسه من يومين قاطعين لي واحد وابنه، وكمان هتخطفوا البنات اللي مش متحجبه وهتكبوا عليهم ميه نار. زي ما قلت لك بيضحكوا عليك، احنا عشان بنتبع الكتاب والسنه، فمفيش حد من الصحابه قال ان احنا نعمل كده، واحنا عشان منهجنا ان احنا بنتبع الكتاب والسنه، فما فيش حد قال ان احنا يجوز ان احنا نعمل كده في البنات. وبعدين هنختبرهم نوديهم فين؟ طب وموضوع هدم الاضرحه ده، انتوا اصلا معروف عنكم ان انتوا مش بتصلوا في اي مسجد في قبر ومش بتطيقوا الاولياء اصلا. زي ما قلت لك وهفضل اقول لك، احنا منهجنا اتباع الدليل، ما اعرفش عن او اي حد من التابعين والصحابه ان هو ضريح فوق اي قبر باي قبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور اوليائهم وانبيائهم وصالحين مساجد، قال اني انهاكم عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل ان احنا نعمل كده، فاحنا ما ينفعش نعمل كده، حتى لو لينا الحق ان احنا لينا الحق في كده، ما ينفعش ان احنا نعتدي على اي ضريح او نعمل اللي انت بتقول عليه دوت او نخربه او نفسده. فما ينفعش طبعا. تاني حاجه الاولياء اللي انت بتتكلم عنهم بكره احنا بنحبهم اكتر من اي حد، بس مين هم بقى الاولياء دول؟ دول ده سيدي ياقوت وابو العباس والناس الحلوه دي. لا طبعا، الاولياء دول اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في القران: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. هم دول اولياء، مش واحد ميت ويعمل لك ويقول لك ده قبر سيدي فلان وقبر سيدي علان، فاكيد مش هم دول الاولياء. وبعدين كمان اعجب من كده، يقول لك ايه؟ حط في الصندوق واتمنى تتحقق اماليك وتتهنى، فاكيد مش هو ده دليل على انهم هم بيحبوهم. وبعدين كمان مش هو ده دليل على هم بيحبوهم. وبعدين قصة هدفني وسوا ما تبقاش على حد. ايه؟ الكلمة دي كمان ليها قصة؟ طبعا ليها قصة. يقول لك كان في اتنين حرامية سرقوا حمار، فهم ماشيين في الطريق الحمار ده مات منهم. فقعدوا يعيطوا لنا نعمل ايه؟ هو هنعمل ايه؟ فواحد فيهم فكر فكرة، قال ايه؟ احنا هندفنه ونعمل فيه مقام ونقول للناس ده مقام سيدي حمار. بدأ الناس بقى تيجي ومقام سيدي حمار بقى ويحطوا فلوسهم وينصرهم. بعدين في يوم من الأيام اختلفوا في الفلوس، فواحد منهم قال له عيب عليك، قال له حرام عليك ورحمة سيدي حمار،
قال له عيب عليك الراجل ده احنا هتموت سوا. طب طالما انتوا مش بتعملوا حاجه من الحاجات ديت ولا بتاذوا حد، طب الكلام ده بيطلع عليكم ليه؟ زي ما قلت لك محدش بيجي منع الحق الا لو لازم الناس تعتدي عليه ويحاولوا يشوهوا بصورته باي طريقه من الطرق عشان تخلي الناس تبعد عنه. وابسط مثال وزي اللي حصل مع كل الانبياء والمرسلين، وزي ابسط مثال على كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الوحي في بدايته ذهب بسيده خديجه اللي ورقه بن نوفل وضرب لهم حديث، وكان في نهايه الحديث دوت ان ورقه بن نوفل قال له ما جاء احد مثل ما جئت به الا عودي. عشان كده احنا بنتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ونقدمه على اراءنا واهوائنا، بس في ناس مش بتعجبها وبتحب تمشي بدماغها. عشان كده احنا بندعو لهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، اللهم اهد قومي في النوم لا يعلمون. ياه ده شيء جميل جدا ان انت ترد الاساءه بالاحسان، انا ما كنتش فاكركم كده خالص على فكره. اه عندك لو بتحب عليك. طب بالنسبه للقاء بقى ده انت شوقتني ان انا اسمع منكم زي ما سمعت عنكم، هو انا ينفع اجي معاك؟ طبعا ينفع تيجي، اللقاء ده مش بيتقسم على ناس معينه، ده كل الشباب. طب يا جدع هتقعدني معاك يا جدع المره الجايه، بس هو هيكون امتى بقى وفين؟ هيكون في مسجد الفتح الاسلامي بمصطفى كامل، يوم الجمعه بعد المغرب مره واحده بس في الشهر، وبتنزل عنده في المسجد وموقع على السلفي والفيسبوك. ان شاء الله هاجي معاك وبجيب معايا ناس كتير كانوا فاهمين غلط زي ما انا كنت فاهم. في اللقاء القادم انت واصحابك عشان تسمعوا مننا زي ما سمعتم عننا. والان مع من تربوا في طلائع الدعوة السلفية يحدثونا عن حياتهم ونشأتهم بين اكناف هذه الدعوة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أعزائي الشباب في فقرتكم المتجددة تواصل الأجيال. هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية قد خرجت لنا أجيال وأجيال تربوا في أكنافها وتعلموا بين يدي شيوخها، وكانت الدعوة السلفية دوراً بارزاً في صباغة وصياغة وملامح هؤلاء الشباب وهؤلاء الأجيال. ونحن في هذه الفقرة معنا نجمين من نجوم شباب الدعوة السلفية، سنتعرف عنهم وسيذكرون لنا بعض الذكريات وبعض المواقف وبعض الأمور التي نقف معها وقفات نتعلم من خلالها ونتربى من خلالها بإذنه تبارك وتعالى. معنا فضيلة الشيخ البشمهندس أمجد عبد الباري، ومعنا فضيلة الشيخ إبراهيم محمود. في البداية نسأل البشمهندس أمجد عن بطاقة تعارف، عايزين نتعرف عن تاريخ حضرتك كده والسجل حضرتك القديم، الاسم بقى والسن والعنوان وكده. بسم الله الرحمن الرحيم.
لكل ملتزم بهذا الدين أو المستقيم على هذا المنهج له قصة، قصة التزام. فنحب نعرف من باشمهندس أمجد يعني سبب التزامه. هو طبعا يعني الواحد الحمد لله من أسرة بطبيعها يعني محافظة، يعني كان الوالد الله يرحمه والوالدة يعني ربنا يحفظها كانوا يعني معودين الواحد الحمد لله على الصلاة ويعني أمور الإسلام كلها، لأن هو ده يعني الحمد لله كما قلت يعني النشأة المحافظة بتنفع في مثل هذه الأمور. بعد كده لما يعني دخلنا مرحلة الكلية كان في نشاط كبير يعني في الجامعة للإخوة بتوع الإخوان المسلمين، فكان الواحد يعني مثلا يعني مش منتمي ليهم فكريا لكن كان هو يعني متعاطف معاهم، وكان يعني بتعجب الواحد الحماسة بتاعتهم. بعد كده قابلت يعني زمايلي في ثانوي، وجدتهم فجأة كل الإخوة اللي هم زمايلي في ثانوي اللي هم معايا في الكلية في الثمانينات بقوا سلفيين، فيعني أطلقوا لحاهم وربنا سبحانه وتعالى من عليهم بالهداية لمنهج السلف. واحد منهم يعني كلمني بطريقة رياضية يعني ظريفة يعني دلني على بعض السنن يعني التي لا تشغل وقت كثير ولا تحتاج اي مجهود. يعني قال لي مثلا انت عاده يعني بتشرب ميه، يعني مثلا بتشرب ميه، ايه المانع انك انت تشرب ميه مثلا على بدل ما تشرب ميه على مره واحده تسمي الله وتشرب ميه على ثلاث مرات مثلا، اما تيجي مثلا تشرب بدل ما تشرب وانت واقف تشرب وانت جالس، ومساله المواظبه على السنن. يعني انا يعني زي ما بيقولوا كده دربتها في دماغي، لقيت انك انت بتعمل اعمال يسيره وبتاخد ثواب كثير يعني، فده كان المدخل يعني كان المدخل المقنع لمنهج السلف. بعد كده بدات احضر بقى دروس يعني شيوخنا الكرام الافاضل يعني فضيله الشيخ محمد اسماعيل واخوانه، وربنا من علينا بقى بالتعرف بعد كده على شخصيات فاضلة زي شيخ مصطفى دياب، دلونا على طرق يعني خدمة الإسلام، وده يعني باختصار سبب الالتزام. فالأخ اللي هو يعني جعلني ألتزم بمنهج السلف بهذه الطريقة الرياضية المبسطة فجزاه الله خيرا. يعني الله خير. ننتقل للشيخ إبراهيم ونتعرف على بطاقة تعارف وكذلك سبب التزامه. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. بداية يعني الأخ ياسر قال في الأول والآن مع نجمين من نجوم الدعوة السلفية أو طلاع الدعوة السلفية، هو في الحقيقة النجم الحقيقي الذي يعني سرنا وراءه هو الدعوة السلفية، ده النجم الحقيقي. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عشان يعني يبقى الكلام في ترتيب، هو في الأول للتعارف، فأنا اسمي إبراهيم محمود إبراهيم،
وأنا أعمل الآن إمام وخطيب مسجد حاتم بسموحة، وأنا تخرجت في كلية الشريعة والقانون بدمنهور قسم الشريعة الإسلامية، والحمد لله يعني الله وفقني إلى مسجل ماجستير في الفقه، وقريبا إن شاء الله تعالى المناقشة، وعندي 3 أولاد فاكد. سبب الالتزام، نعود إلى الأول الموضوع، كما قلت إن النجم الحقيقي هو الدعوة السلفية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طبعا هو الأصل إن هذه الدنيا كلها فتن، وإن الشاب يحتاج إلى من يعني يكون سببا لأن يبين له الطريق. ربنا بيقول: وهديناه النجدين، يعني الخير أو الشر. فيعني الدعاء إلى الله تبارك وتعالى هم الذين يبينون ويوضحون لهذا الشباب طريق الخير. فكانت البداية طبعا المسجد، يعني أنا بفضل الله تبارك وتعالى، والإنسان لا يزعم أنه ملتزم، بل يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أن أنا كنت رحت المسجد، أنا أصلا من إيه، من كرموز، وطبعا معروف الشيخ حمد السيسي هناك، ومعروف مسجد الإيه، كان مسجد التوحيد، ودلوقتي مسجد الدغيدي. فأنا رحت المسجد كان عندي حوالي 11 سنة أو 10 سنين، كنت في 6 ابتدائي يعني. فتلقفني الإخوة هناك، الأخ عماد درويش، وده من الإخوة يعني اللي أعزهم جدا. وبعد ذلك بقى عمل بقى الايه الطلائع، وكان الاول ايه اشبال الدعوه السلفيه في سن الاعدادي. والاخ يعني وليد حلمي هو مش موجود، لكن الواحد يعني يكن له في صدر يعني حبا، ونسال الله تبارك وتعالى ان يحفظه، والاخ دياب، والاخ مصطفى الجرحي، وعماد غريب، كل هؤلاء يعني الاخوه الافاضل، يعني ربنا يحفظهم يعني جميعا. طبعا يعني طبعا الواحد ما بقاش كده على طول نروح. طيب يعني تفتكر ذكريات معينه، مواقف طريفه مرت بيك؟ والله يعني هي الذكريات كثيره جدا، وخلي الموضوع المواقف الطريفه ده في الاخر، خلينا في الايه، المواقف الطريفه برضو كثيره، لكن يعني نسأل الله عز وجل الإخلاص، إن الأصل هو تربية النشأ على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي في الحقيقة كانت الفتن كثيرة جدا يعني تحيق بالشباب، ففي إخوة أفاضل الله تبارك وتعالى وفقهم لأن يعني يرشدون للطريق، وطبعا على رأسهم الشيخ مصطفى دياب، هذا من الشخصيات التي أحبها جدا في الله عز وجل. فيعني نقول موقف، المواقف ياما، لكن هنقول موقف. طبعا في يوم من الايام، طبعا الشيخ مصطفى دياب كان بيحب ان يقرب الايه بعض الشباب، وهو بيقرب كل الشباب، لكن في مساله التربيه والتوجيه فجزاه الله خيرا. فطبعا كان في رحلات زي الفقره شفناها، كان في مصايف ورحلات، لكن طبعا هي المساله مش مساله ترويح عن النفس فقط، بقدر ان بيبقى فيه يعني توجيه معنوي، توجيه تربوي، طبعا توجيه بالكتاب والسنه. ففي طبعا انا مش هنحكي عن الايه المصايف دي، المصايف دي كانت وحدها يعني شيء يعني طيب جدا، فمش هنحكي عن ايه، عن موقف. يعني انا مره الشيخ مصطفى دياب قال لي: ايه رايك تروح تراجع القران في خلال اسبوع او 10 ايام كده في مكان اللي كنا بنروح فيه بقى ايه ده الخارجي ده ولا ايه. فالمهم طبعا اذهب لاراجع كتاب الله تبارك وتعالى، ده شيء برضو طيب جدا، والحث على الحلقات طبعا قبل ذلك بقى تحفيظ القران، وهذه كان شيء طيب جدا، فالحمد لله رب العالمين. فالمهم انا يعني ايه ذهبت، وكان الموضوع طبعا محاط بالسريه التامه. وفي نقطه هنا مهمه جدا، ان يعني نقدر نقول دلوقتي القاده كانوا بيعلموا الشباب ان هو يعني مقدم على امر عظيم، في شيء
عظيم جدا مقدم عليه. يعني افتكر ان اول مره قابلت فيها الشيخ مصطفى دياب سالني كده في حاجه سياسيه، قال لي مش عارف في جزيره هنا وحسني مبارك ليه هنا عامل كده، فانا حسيت ان ايه ان الموضوع كبير، وهو فعلا يعني الموضوع كبير. انت كل شاب يحط في دماغه ان هو يعني لو استطاع ان يكون يعني سببا في نصره هذه الامه، نصره الامه كلها، فليفعل. يعني يعني الامر جد خطير. يعني ليه؟ لانك كمسلم يعني تاخذ نهج النبي صلى الله عليه وسلم، الهدف تعبيد الناس لله تبارك وتعالى. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله هو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا. فدي نقطه مهمه جدا، ان كان يعني الاخوه الافاضل كانوا بيحسسونا ان الامر عظيم. يعني مش مساله بقى ان انت بتصلي في المسجد بس ولا بتحفظ قران، لا، ده في شيء عظيم جدا. والواحد يعني كان اما بيذهب بقى هذه المصايف، يعني مثلا انا رحت قعدت لوحدي حوالي 10 ايام كده، والمكان طبعا مظلم، والحاجات اللي معايا ايه قليله، يعني مثلا ممكن ال 10 ايام يبقى فيهم مثلا ايه ربع عسل مثلا او ربع جبنه بيضة مثلا وكم رغيف كده وبتاع. ده طبعا ده هذا فيه من التربيه ما فيه، يعني هذا فيه من المواقف دي الواحد لا ينساها ابدا، ده في من التربيه ما فيه. يعني وانا برضو في سن، احكي لكم موقف، في كنت في الثانوي، وطبعا الموقف اللي حصل يعني دوت ده مش حصل كده، لا، ده عن طريق طبعا قصص الصور من حياه الصحابه اللي كانت في المصايف دي. وطبعا ما فيش حاجه اسمها بقى فاكرين مصايف يعني الواحد هينام بقى 10 ساعات، لا، ده ممكن تنام 3 ساعات ولا حاجه، وتسمع بقى قصص الصحابه رضوان الله عليهم، وكذلك بقى مسائل في التوحيد، اشياء تقوي الايمان، ونسال الله عز وجل الاخلاص والقبول. فمن ضمن الحاجات يعني الخاصه بيا ان انا كنت احب جدا اول قصه في سوره محمد الصحابه، قصه ايه؟ الصحابي سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه، فيها من نوع من الفداء والتضحيه. فالمهم انا كان في انتفاضات في الاقصى وفي القدس، ففي الانتفاضه الثانيه، فطبعا كان روح الطلائع بيغذي فيك شيء، ان انت مقدم على امر عظيم. وان امر عظيم يعني ايه؟ يعني انت تنتظر، انت عاوز الخلافه الاسلاميه، عاوز فتح القدس، هو ده اللي انت عاوزه، هو ده اللي انت بتسعى اليه، عاوز الناس يعني يعبدوا الله تبارك وتعالى، هو ده اللي انت عاوزه. فالمهم انا اليوم ده لما يعني كان في الانتفاضه وقتلى وجرحى كثر، وشوف يعني السن كان حوالي 16 سنه، يعني انت كشاب كده شوف مثلا واحد عنده 16 سنه لو ما كانش مع الاخوه ومع الدعوه السلفيه ومع طلائع الدعوه السلفيه، طب كان هيفكر في ايه بقى؟ ايه يعني توجهاته وايه تفكيره؟ هيفكر في ايه؟ اشياء يعني كلها ما كانش عندي، مش عارف ايامنا كان فيه بقى كمبيوتر وكلام من ده ولا لا، الله نسيت. المهم فانا كنت حزين جدا لاجل اخواننا المسلمين في فلسطين، يعني صليت ركعتين ودعيت ربنا عز وجل، قلت يا رب يعني بشرني كده، هل يعني الراجل ده حسني مبارك ده هتهديه وهيقود الامه؟ وشوف يعني الهدف ان المهم يكون في قائد رباني يقود الامه الى الخير والى الهدى والى الحق وتحرير المسجد الاقصى، فده كان الهدف، واقامه الخلافه والاجتماع على قلب رجل واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الكتاب والسنه. فقلت يا رب يعني اما ده يعني ربنا هتهديه، أو أرني ما سيحدث له. ونمت وقمت بعد ذلك، رأيت بقى في الرؤية إن حسني مبارك دوت كأنه مكروش من البلد، ده الكلام ده من زمان، ووجدت أيضا كأن الأمريكان بيدربوا المسلمين أو العرب على شيء هم عاوزينه فانقلب عليهم. فقلت سبحان الله، طب دوت حي يعني فهو في عنفواني ازاي؟ قلت سبحان الله، يبقى سيحدث هذا باذن الله تبارك وتعالى. فالنقطه اللي عاوز اوصلها للشباب ان انت لازم يكون عندك هم تسعى اليه، الهم هو اقامه دين الله تبارك وتعالى، هذا هو همك.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طبعا يعني المواقف كثيرة ولكن إيه يعني أكتفي بهذا القدر. ننتقل للبشمهندس. ذكرياتك مع عمل طلع الدعوة السلفية، مواقف مرت حياتك أنت شغال مع طلع. احنا هنحاول بالنسبة للمواقف يعني ان يبقى فيها نوع من الطرافة شوية عشان نستعيد ذكرياتكم، بس نرجو انها تكون طريفة يعني، لان ساعات في بعض المناسبات تقال طرف، وهذه الطرف يعني تحتاج الى من يشرحها يعني يشرحها بعد الطرفة، او تحتاج ان هو يوزعوا معها كتالوج عشان تبين ان دي ايه، ان اللي فاتت دي كانت طرفة. ف يعني كان في بعض يعني في رحله من الرحلات كنا في الصحراء، وكان الشيخ مصطفى يا مسافر في عمره يا اما مسافر في احدى رحلاتي لسويسرا، يعني طبعا انتوا فاهمين نقصد ايه بسويسرا يعني. فكنت المفروض ان انا بنوب عنه في مسؤوليه المعسكر، كان في الصحراء، وكان المعسكر في بيت صحراوي تحت الانشاء، وكان لسه مبني، كان لسه مبني جديد يعني وكده. فالمهم طبعا انا معروف عني الاخوه اللي اشتغلوا معايا في الطلائع معروف عني بيشتكوا دايما ان انا عندي نوع من الشده والعسكريه شويه. فكان طبعا بيناموا زي ما اخونا ابراهيم قال ان بيناموا مثلا في حدود 3 ساعات او كده بالليل، وطبعا هم شباب مش متعودين على العيشه الشديده دي وكده. فطبعا لما يجي يقعدوا بقى يعملوا معاك مغامرات بقى، يزوغوا من الدروس، يزوغوا من اللقاءات مثلا من الانشطه بتاعه المعسكر، ويخش يستخبى في اي مكان في وانا طبعا انا كان دوري، انا ما كنتش بدرس، بس انا كان دوري ان انا الف طول الوقت على الايه، على المزوغين دول معايا. فكان واحد فيهم يعني صراحه انا اعترف له ان هو غلبني، لان هو استخبى في مكان انا مش متوقعه. هو انا قعدت الف في كل الاوض وهو استخبى في الاوضه بتاعتي. يعني هذه واحده. الموقف الثاني ان انا برضو يعني كنت ايه، يعني ربنا من عليا من ضمن المهام اللي الواحد يعني كان بيحبها ان لما فيها من الاعانه، من اعانه الغير على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، وهي ان اما كنت ببقى ماسك اعتكاف مسجد الفتح الاسلامي هنا يعني. ف المهمه دي كانت من اجمل المهام في حياتي، لان يعني حاجه جميله جدا انك انت تساعد مثلا من 500 ل 800 واحد تبقى خادم ليهم لكي يطيعوا الله عز وجل. انت يعني ممكن انت تكون مثلا ما بتعرفش تختم المصحف معايا، ممكن انت تكون مرهق جدا، لكن وهم مروحين وشعورهم وهم بيمتنوا ليك بالمجهود اللي انت عملته معاهم ودعائهم ليك، يعني ده بيعوضك عن طاعات كتيره فاتتك. المهم في سنه من السنين برضو من ضمن كنت قايم بنفس دور العسكري، في سنه من السنين كنا معتكفين في الركن الاخير اللي الشيخ مصطفى قاعد فيه، فكان لنا الركن بتاع الطلائع هناك. فكان الشباب بيعملوا، طبعا انا كنت بلف في اثناء الصلوات وكده، وعشان ايه اللي نايم واللي مزوغ هنا وهنا. فالطلائع اتفقوا مع بعض ان هم ايه يشتغلوني، وهم صراحه نجحوا في ذلك يعني، انا بحب اعترف بهزيمتي يعني في بعض الاحيان. فالمهم كان اتفقوا ان هم يرصوا البطاطين فوق بعض معايا. فطبعا انا لما هشوف رصه البطاطين متطبقه فوق بعض عمري ما هيجي في خيالي ان في واحد نايم تحتيها معايا. فده فعلا اللي حصل، ان هم اتفقوا ان هم يخبوا شاب من الشباب، وانا بقى بمر وفكري ان انا ايه نجحت ان انا اجيب كل الناس، وتاري في واحد كل يوم بيبقى مستخبي ايه، مستخبي تحت رصه البطاطين. مره ثالثه، موقف ثالث، كنا مره معزومين انا والشيخ مصطفى. انا ما بحبش اهزر بالايات والاحاديث عامه، بس الموقف ده يعني والله حصل، واعتقد ان الشيخ مصطفى يعني فاكره. كنا معزومين في العوايد عند اخ، فالاخ يعني قدرا يعني هو بيجيب لنا الاكل راح مشغل لنا اذاعه القران الكريم. تفتكر اذاعه القران الكريم كان فيها ايه؟
كان فيها آية وحديث، كان فيها آية من سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبعدين في نفس البرنامج يعني الشيخ كان بيكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة. فهو الأخ ده يعني متجوز وعنده أولاد دلوقتي، احنا كل من قبله أنا والشيخ مصطفى يعني نقعد نفكره بالعزومة دي. وأنا والله ما بحبش أهزر بالآيات والأحاديث، لكن هي والله ده اللي حصل يعني. يعني ده يمكن من المواقف الطريفة اللي الواحد قابلها في هي باعتبار انها دقيقة فحنقول جمل قصيرة ان شاء الله تكون يعني مفيدة. واحد، الاقتراب اكثر من الشيوخ في هذا الزمن، يعني في الزمن اللي بتكسر فيه الفتن وبتكسر فيه الشبهات، حاول انك انت تقترب كثيرا من الشيوخ وتسمعهم كويس. اثنين، انت تمثل الدعوة السلفية في مجتمعك سواء في البيت او في المدرسة او في وسط اقاربك، فأحسن تمثيل الدعوة السلفية، يعني أنت بتمثلنا فأحسن تمثيلنا. حاول دايما يعني أنك أنت يعني، أنا كان سبب التزامي يعني زي ما حكيت لكم أن أنا نقلت ما سمعته إلى حيز التنفيذ. فأنت دايما كده أنك أنت حاول أنك أنت تنقل ما تسمعه دائما إلى حيز التنفيذ. لما واحد يدلك على خير من أي باب من أبواب الخير، حاول أنك أنت تنفذه بسرعة بدون تأجيل. برضو من ضمن النصايح انك انت تحاول انك انت توثق اي معلومة توصلك في هذه الايام. يعني مثلا واحد يقول لك مثلا ان السلفيين بيعملوا كذا، السلفيين بيسووا كذا، تأكد اولا من صدق المعلومة، تأكد اولا من صدق المعلومة. وده كان منهج السلف في التحري دائما. حاول في الوقت ده انك انت تهتم كثيرا بفهم المنهج السلفي، حاول انك انت تفهم المنهج السلفي، قواعد المنهج السلفي، اصول الدعوة السلفية، أقوال سلفيك الصالح. آخر نقطة، وهي أن لا يوجد تعارض بين الالتزام والتفوق الدراسي والتقدم الحضاري. يعني كثير من إخواننا محافظين على نشاطهم الدعوي ومحافظين على التزامهم وطاعتهم لربنا سبحانه وتعالى، وتجدهم أيضا متفوقين في مناصبهم وفي شهادتهم. وكلام ده حقيقي وهذا كلام ليس خيالي يعني. ويعني هذه يعني هي النصيحة المجملة. الله خير. أقل الشيخ إبراهيم، نصيحة توجهها للشباب اللي كنت في مرحلة المراحل زيهم كنت في سنهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يعني نصيحة وجيزة عشان الوقت، يعني لا تضيع وقتك ولا تستعظم عملك، لا تضيع وقتك ولا تستعظم عملك. الله تبارك وتعالى قال عن المحسنين في سورة الذاريات، وصفهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ينامون في زمن يسير من الليل، وبالأسحار هم يستغفرون، يعني مع هذا العمل وبالأسحار هم يستغفرون. وأؤكد على شيء مهم جدا اللي قاله برضو أخونا الشيخ أمجد، يعني التزامك لا يؤثر على تفوقك. يعني أنا أذكر كلمة أيضا من الكلمات التي يعني لا أنساها أبدا، لأستاذ كان في جماعة الأزهر في مادة اسمها منهج الدعوة، فكان بيقول إن المسلم اللي يصنع للأمة القنبلة الذرية مع التزامه بدين الله تبارك وتعالى يكون أقرب إنسان إلى الله عز وجل. فهذا مع ذاك، ونسأل الله عز وجل الإخلاص والتوفيق. جزاكم الله خيرا وجزا الله خيرا ضيوفنا على تشريفهم لنا، وأنتم أيها الشباب جزاكم الله خيرا على صبركم علينا واستماعكم لنا، وإلى اللقاء في لقاء قادم مع فقرتكم المتعددة. السلام عليكم. جزا الله خيرا مشايخنا على هذا اللقاء الماتع. والآن مع الأخ محمد فرغلي وفقرة جاوب معنا. السلام عليكم. انتوا مننا ولا ايه؟ ناس نابت؟ طب الفقرة اسمها ايه اول؟ اسمها ايه؟ عايزين نعمل صوته عالي. طب الاول يا اسمها ايه؟ جاوب معنا. صوته عالي مسمع؟
الصحابه والتابعين والناس دي صح؟ حد يعرف ان لنا سبعه من العشره المبشرين بالجنه؟ سبعه مش هنقول العشره كلهم، سبعه بس. حد يعرف؟ طب نعدل الراجل ده كده؟ شوف عايز يلا سبعه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن ابي طالب، وعبد الله وطلحه بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله، ماشي. طب انت كده عديت عليك كام؟ وريني كام كده؟ مش هقول لي كام، سبعه. سبعه كده صح؟ طب لو عايزين تعد 20 على صوابعك هتعمل ايه؟ عشرة صعبة رجلك؟ ما شاء الله ما شاء الله عليك يا رب. طيب سؤال تاني بقى، في سورة في القرآن فيها سجدتين، سورة من القرآن فيها سجدتين، حد يعرف؟ الناس البعيدة دي، شوفوا الراجل اللي واقف هناك ده، تعالى يا عم، انت عارف السن بقى ما بيقعدش يتعرف. الحج سورة الحج بيطلع كمان السلفي بقى ما بيمسك الكاميرا بقى تبغى سورة الحج ما شاء الله جزاك الله ما شاء الله يعني سورة الحج. طيب سؤال بقى للناس اللي هناك دي، في صحابي خلاص أول حاجة قلنا اسمه إيه؟ صحابي، ذكر الاسم في القرآن باسمه يعني اسمه كذا ذكر الاسم. شوفوا بس الناس الأول اللي هناك دي، واحد من الصحابة، لا لا اقعدوا الأول، اقعدوا. طب أول واحد حاجة هتجيب من بنية، يلا مين أول واحد أنا؟ طيب لا خلاص هنلغي السؤال كده، الناحية دي عادي، طب نسألوا الناس اللي هنا كده، حد بقى أي واحد ساكت كده. يلا بينا عملاق الصغيرة وتعالى. الصحابي اسمه ايه؟ الصحابي اسمه ايه؟ سعيد بن حارثة. اسمه ايه؟ سعيد بن حارثة. ما شاء الله بارك الله فيك. طب بتعرف تقرا بقى ولا بتعرف تاكل؟ بتعرف تاكل؟ طالما بيعرف ياكل يبقى طوف. طيب حد يعرف يقول لنا الآية دي فين؟ سورة ايه؟ الناس اللي زعلوا دي بيسألوها كده كذا؟ سورة ايه؟ الأحزاب. الأحزاب؟ طب الصفحة يمين ولا شمال؟ يمين. خلينا مصحف القديم. يمين. الله يرحمك. لا مش متذكر. تعرف تقول الآية؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. الآية بس كده؟ طب كفاية عليك ماشي جزاك الله خير. زيارة مشرفين الآية ما شاء الله. طب بقى اخر سؤال نختمه بيه، هنا الشباب بتوع ثانوي صح؟ حد بياخد فيزياء؟ اي حاجه فيزياء كده مش حاجه. طب ايه الشيء اللي بيخترق الزجاج بس ما يكسرهوش؟ حاجه كده بتخترق الزجاج بس ما يكسرهوش. لا 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 تعالى من ورا كده. بس خلاص هو الضوء ازاي بيخترق وما يكسرش؟ عندي منه ان هو وسط شفاف وهو بيعدي من الضوء ان شاء الله جزاك الله خير. طيب اللقاء الجاي بقى ان شاء الله نكمل في الانسان جزاكم الله خير. وفي ختام لقائنا هذا اسال الله عز وجل ان نكون قد افدناكم معنا واسعدناكم في هذا الوقت الطيب المبارك، والى ان نلقاكم باذن الله تعالى في الشهر المقبل مع لقائكم لقاء طلائع الدعوه السلفيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام عليكم محيبابنا يا كرام، ومن بكم أنسنا في الظلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما زالت كاميرا طلائع الدعوة السلفية معكم بعدما تابعنا فعاليات هذا اللقاء المميز ومظاهر البهجة والسرور على لقاء الطلائع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب الأول أتعرف عليك. علي محمد علي فداوي. إيه رأيك يا علي في اللقاء بتاع النهاردة؟ كان جميل جدا, وبالذات الفقره بتاعت الاولاد اللي هم كانوا اول ما الوالد اتعرف على الدعوه السلفيه وكان يظنها يعني غير كده خالص. طيب انت اكتر فقره عجبتك فقره الحوار زي ما انت قلت؟ نعم. طيب ايه اكتر حاجه استفدت منها من الفقره؟ المشايخ من اول حاجه ان السلفيين مش برضو زي ما بيقولوا ان هم مكشرين بقى ولا بيروح هنا ولا هنا, دول مريحين وبيروحوا هنا وهنا وعارفين الجو, ومثلا مش كل حاجه كل شويه يقولهم دول محرمين كل حاجه. كل الحاجه حلال بس في حاجات محرمه اصلا مضره للانسان, يعني السلفيه دي حاجه حلوه جدا اصلا. طب انت تعرف اولا اعرف اسمك؟ محمد عوض عبد الوهاب. محمد, يعني ايه دعوه سلفيه؟ يعني ايه طلائع الدعوه السلفيه؟ هي الدعوة السلفية بتدعو يعني الإنسان يتذكر إن هو يعني فعلا مسلم ويتبع أخلاق دينه وكده, وما ينساش إن هو مسلم فعلا ويتبع السنة وكده. يعني أنا شايف معاكم كلكم شايلين ظروف, يا ترى الظرف دوت فيه إيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمك إيه؟ يوسف ماهر. أحب يوسف تيجي تعالى كده ورينا الظرف ده فيه إيه؟ إيه مكونات الظرف ده؟ سمعت عني فاسمع مني. مطوية صح؟ في تاني جوه الظرف؟ جوه الظرف في هنا ملصق على مكتوب عليه طلائع الدعوة السلفية. ايوه. في حاجة تاني؟ مسابقة. ان شاء الله باذن الله تحل المسابقة وتجيبها المرة الجاية وتبقى من الفائزين في اللقاء. ماشي. السلام عليكم. اتعرف عليك؟ محمد ايه؟ محمد صابر. محمد حضرت لقاء النهارده, كان اول لقاء تحضره ولا حضرت معانا لقاءات قبل كده؟ كان اول لقاء احضره. طب انت عرفت ازاي اللي فيه لقاء النهارده؟ والله هو احمد قال لي ان فيه لقاء طلائع الدعوه السلفيه, فيعني عجبتني الفكره قلت اما اروح اشوف يعني ايه وكده يعني الحوار وكده فعجبني يعني. طيب بعد ما جيت وكان اول لقاء ناوي تيجي ان شاء الله تاني باذن الله؟ ايه اكتر فقره عجبتك؟ اكتر فقره عجبتني كان اللي هما الاثنين اصحاب اللي كانوا في المدرسه وعملوا حوار وكده ومع بعض, واحد منهم قدر ان هو يقنع التاني باسلوب شيق ازاي ان هو يعني الدعوه السلفيه دي تبقى يعني حاجه كويسه مفيده للانسان, مش بس ان هو يعني ان هما مقتصره على ان هما متشددين ان هما عايزين يطبقوا الشريعه اللي هي قطع الاذن وقطع اليد والحاجات دي, لا, الدعوه السلفيه فيها رحمه, فيها حاجات جميله جدا. جزاكم الله خير يا محمد, وان شاء الله باذن الله نشوفك في كل لقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتعرف عليك. احمد سعيد. احمد, كان عنوان لقاء النهارده سمعت عني فاسمع مني, انت شايف ان فقرات اللقاء كانت مناسبه مع العنوان؟ طبعا. طيب ايه استفدت منه من اللقاء تحت العنوان ده؟ اول حاجه يعني معنى السلفيه, اولا السلفيه مش معنى, السلفيه مش جماعه احنا بنتبعها ولا حاجه, السلفيه دي ترجع لاصل من الرسول والتابعين والصحابه, وثانيا اللي بيقولوا ان السلفيه بيعملوا كذا وكذا وكذا, اللي دلوقتي احنا بنطلعوا ردود ليهم ونثبت لهم ان السلفيه اولا مش جماعه, وثانيا عندهم الاشياء اللي نثبت ان السلفيه هي من افضل الاشياء, احنا دلوقتي بنتبع السلفيه لانها هي اتباع الرسول واحنا بنحب الرسول. جزاكم الله خير يا محمد. هل ده اول لقاء تحضره معانا؟ لا, الثالث. طب بعد ما حضرت ثلاث لقاءات كان في حاجه في نفسك اللي انت تشوفها ولسه ما شفتهاش؟ اكيد في حاجه جديده. نفسك تشوف في ايه جديد؟ ما ده لسه بقى تفكير فيه. ان شاء الله باذن الله يكون اللقاءات الجايه افضل وتكون معانا باذن الله تعالى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف عليك؟ احمد عادل ابو الصدار. احمد انت منين يا احمد؟ انا من مسجد قباء. منطقه وينجت. اول لقاء تحضره؟ لا, تالت. ايه رايك في لقاء النهارده؟ هو جميل ما شاء الله بصراحه, يعني عجبني قوي, وخصوصا لقاء الحوار اللي هو كان ما بين الولدين والشيخ عبد الرحمن علاء الدين. استفدت ايه من كلمه شيخ عبد الرحمن؟ والله كلمته حلوه قوي وبيتكلم على السلف وكده. عرفت يعني ايه سلفيه؟ يعني السلفيه اللي احنا بنتبع السلفيين والرسول صلى الله عليه وسلم, و
انا اتبع السلفيين يعني عموما. يعني عايز تقول ان السلفيه ديت هي اتباع المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش عليه واللي اتبعه بعديه الصحابه والتابعين، صح؟ صح. طيب ده ثالث لقاء ليك ولا اول لقاء تحضره؟ ثالث لقاء لي. في حاجه في نفسك لسه ما شفتهاش ونفسك تشوفها في اللقاءات الجايه؟ ان شاء الله، وكل اللقاء بتاع الدوره السلفيه دايما بيعملوه كل جديد يعني. ان شاء الله باذن الله تكون معانا اللقاءات الجايه وتكون افضل باذن الله تعالى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اسمك ايه؟ طه مجدي. طه؟ انت منين يا طه؟ مسجد قباء في وينجت. ما شاء الله، ده اول لقاء تحضره ولا حضرت اللقاء؟ ثلاثه برضه. طب ايه اكتر لقاء من الثلاثه عجبك؟ اللقاء بتاع الحوار اللي في الاخر ده اللي هو كان ما بين الشيخين اللي كانوا بيتكلموا على الدعوه والطرائف الدعوه وكده يعني، والطرائف اللي هي بتاعه الدعوه وكده يعني اللي هي مش كلها يعني تشدد وكده يعني، في منها كويس وفي منها كويس يعني وكده. يعني نفسك ان شاء الله تطلع زي الشيوخ الكبار دي وبعد كده نبقى نسمعك ان شاء الله وانت كبير باذن الله. ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتعرف عليك؟ سفيان. منين يا سفيان؟ من مسجد قباء. مسجد قباء؟ ايه رايك في لقاء النهارده يا سفيان؟ حلو. ايه اكتر حاجه عجبتك في اللقاء؟ بتاعت عمرو بن العاص. استفدت من الفقره بتاعت عمرو بن العاص؟ كانت فقره اولئك ابائي. يعني اتعلمت ان ابائنا هم مين؟ الصحابه. الصحابه والتابعين. ايه اكتر حاجه استفدتها من الفقره دي؟ حاجات كتير. زي مثلا ان عمرو بن العاص كان اول واحد يفتح مصر، صح؟ طيب انت اول مره تحضر اللقاء ولا حضرت اللقاءات السابقه؟ قبل كده. حضرت قبل كده. واللقاء النهارده عجبك اكتر لقاء ولا اللقاءات السابقه كانت جيده؟ كلهم يعني حلوين ان شاء الله باذن الله تبقى معانا اللقاء الجاي، واللقاء الجاي يبقى اجمل ان شاء الله. طب شباب لو حبيت اسالكم كلكم سؤال جماعي، تحب تقول ايه لاخوانك اللي ما جوش اللقاء ده؟ لازم تيجوا لقاء طلائع السلفيه. احسنتوا يا شباب. تعرفوا تقولوه تاني بصوت عالي؟ لازم تيجوا لقاء طلائع الدعوه السلفيه. جزاكم الله خيرا. ومعنا جمع اخر من طلائع الدعوه السلفيه. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. حابب اتعرف الاول انتوا جايين منين؟ جايين من منطقة الطبية. من منطقة الطبية. بارك الله فيكم، ما شاء الله جايين من منطقة الطبية تحضروا لقاء الطلائع من هنا؟ ان شاء الله. احب اعرف انتوا ايه اللي جايبكم من المكان دوت البعيد علشان تحضروا لقاء الطلائع في مسجد الفتح؟ يعني نشارك الاخوة في اللقاء ده ويتعودوا يعني على انهم يشوفوا الاخوة ويتعرفوا على الاخوة ويتعرفوا على ناس جديدة يعني. طب هل حضرتك لما بترجع بالشباب بتوعك المسجد بتجد ان اللقاء وضع بصمه في نفوسهم؟ اكيد طبعا، لو ساب بصمه في نفوس كله. ده اول حضور ليكوا في اللقاء ولا حضرتوا معانا اللقاءات السابقه؟ حضور ليا بقى، مش عارف حد منهم حضر ولا لا. يعني طيب ناخد راي الشباب كده. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اتعرف عليك؟ احمد. سنه كام يا احمد؟ سنه 6. ايه رايك في لقاء النهارده يا احمد؟ كويس. أول مرة تحضر اللقاء ولا حضرت اللقاءات قبل كده؟ لا أول مرة. أول مرة. عرفت إزاي اللي فيه لقاء؟ ما جيت مع الشيخ بسام ويعني هو اللي قال لي تعالى وجيت معاه. طب هل في المسجد عندكم كان فيه إعلان للقاء أو كده؟ لا. يعني تحب تلاقي إن الإعلانات عايزة تزيد في المساجد؟ طبعًا. إن شاء الله وإذن الله اللقاء الجاي هتلاقي الإعلانات أكثر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أتعرف على حضرتك؟ محمد عبد السلام إن شاء الله. محمد انت اول مره تحضر معانا لقاء الطلائع؟ ان شاء الله. عرفت منين اللي فيه لقاء طلائع؟ من خلال الدعايه في المسجد ومن خلال الحضور في المسجد من الاخوه وكده. اللقاء النهارده عجبك؟ ان شاء الله الحمد لله. ايه اكثر فقره عجبتك في اللقاء؟ القران. القران كانت الايات مؤثره في مكانها؟ ان شاء الله. خير ان شاء الله باذن الله. محمد احب اسالك، انت لما تسمع كلمه طلائع الدعوه السلفيه بتفهم ايه من كلمه طلائع؟ شباب الدعوة، اللي هم الشباب الصغير اللي طالع على نشأة الدين يعني. ان شاء الله. ايوه. طيب بعد ده اول لقاء ليك تحضره. طيب بعد كده يعني تتمنى ان انت تحضر اللقاءات الجايه ولا ده هيكون اخر لقاء تحضره؟ ان شاء الله مفيش لقاء يعدي لما نيجي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تنورنا في كل لقاء، وان شاء الله باذن الله اللقاءات الجايه تسعدك اكتر. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتعرف عليك؟ عبد الرحمن نبيل. في سنة كام يا عبد الرحمن؟ تاني اعدادي. حضرت النهارده اللقاء النهارده عبد الرحمن اول لقاء تحضره ولا كان تاني او تالت لقاء ليك؟ تالت لقاء. اكثر لقاء عجبك في التلاتة، لقاء النهارده ولا اللقاءات السابقة؟ اللقاء بتاع النهارده.
ايه اكثر فقرة عجبتك في اللقاء؟ الفقرة بتاعت طالب محمود الطلبين بتاع المدرسة. استفدت ايه من الفقرة دي؟ استفدت من الفقرة ان الدعوة السلفية هم تابعين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. يعني عرفت يعني ايه الدعوة السلفية صح؟ يعني تنتمي للدعوة السلفية. طيب عبد الرحمن ايه كان نفسك تشوفه في اللقاءات ولسه ما تحققش؟ كان نفسي اشوف فقرات متعددة كثيرة، ووقت اللقاء بتاع الدعوة يزيد شوية وتبقى فيها افكار زيادة. ان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظنك واللقاء الجاي يبقى افضل وتتمتع بيه اكثر ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خيرا يا شباب. السلام عليكم. اتعرف عليك؟ عبد القادر محمد عبد القادر. عبد القادر ده اول لقاء تحضره معانا من لقاءات الطلائع؟ لا هو ثالث واحد. ثالث واحد. طب ايه رايك في لقاء النهارده؟ هو الصراحه كان لقاء شيق وجميل يعني، وكان كويس، وكمان بيحاول يعرف ان الناس اللي بتعرف اللي تعرف عن السلفيين حاجات وحشه بيحاول يعرفهم من جوه، بدل ما يسمعوا عنهم لا يسمعوا منهم ويحاولوا يعرفوهم ويعرفوا ايه اللي فيهم، بدل ما هم بيسمعوا عنهم كلام وحش يحاولوا يفهموهم يعني. وكان عنوان اصلا اللقاء بتاع النهارده اسمع سمعت عني فاسمع مني. انت شايف ان الفقرات كانت مناسبه مع عنوان اللقاء؟ كانت شيقه جدا وجميله الصراحه. جزاكم الله خير يا محمد، وان شاء الله عبد القادر، وباذن الله تعالى تكون تكرر معانا حضورك في اللقاءات. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتعرف عليك؟ مصطفى جمعه. مصطفى في سنه كام يا مصطفى؟ ثانيه اعدادي. اول لقاء تحضره معانا ولا حضرت معانا اللقاءات السابقه؟ لا حضرت معاكم اللقاءات السابقه. ايه اكتر لقاء من الثلاث لقاءات السابقه اللي عجبك فيه؟ بصراحه اللقاء ده علشان هو كان بسم الله ما شاء الله يعني الامكانيات كانت فيه جميله جدا، وكانت فقرات ممتازه. ايه اكثر فقره عجبتك في اللقاء؟ هي كل الفقرات بصراحه متميزه، بس اللي هي اللقاء بتاع الشيوخ اللي هو عملوه بعد يعني طلعوا ستاره وعمل اللي هو كان تواصل الاجيال. استفدت حاجه من تواصل الاجيال اللقاء ده؟ لا يعني انا استفدت بصراحه من الشيوخ وقدمهم، وكان بسم الله ما شاء الله يعني حكوا ازاي هم التزموا، ودي كانت احسن حاجه عملوها بصراحه. ان شاء الله باذن الله تكرر معانا الحضور في اللقاءات الجايه باذن الله. ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. اتعرف عليك؟ عمر محمد. عمر ده اول لقاء تحضره معانا ولا حضرت معانا اللقاءات السابقه؟ حضرتهم كلهم. حضرت اللقاءات جميعها. طب كان عنوان اللقاء دوت سمعت عني فاسمع مني. هل استفدت من فقرات اللقاء تحت هذا العنوان؟ استفدت. هو كانت اجمل حاجه في اللقاء اللي هو فقره المدارس دي، فقره المدرسه كانت ممتعه، كانت حلوه يعني، وكانت في افكار جديده جميله. استفدت منها حاجه؟ ايه اللي استفدته من الفقره ديت؟ هو كانت الصراحه احسن حاجه يعني الاخوه اللي قعدت في الاخر تقول عن تحكي يعني عن نفسهم، كانت احلى حاجه فيهم هم الادب يعني والحب وكده. هل طلعت من اللقاء عارف يعني ايه طلائع الدعوه السلفيه؟ تقدر تقول لي الدعوه السلفيه ديت ده بتتبع منهج ايه بالظبط؟ هم بيتبعوا منهج الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم والقران والسنه، يعني لو اي حاجه تخالف القران والسنه يبقى مالناش دعوه بيها، بس مفيش تشدد ولا حاجه. جزاكم الله خيرا، وباذن الله تعالى تكرر معانا الحضور في اللقاءات الجايه ان شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام. اتعرف عليك؟ احمد خالد عبد المعطي. احمد حضرت معانا اللقاءات اللي فاتت؟ لا هو ده تاني لقاء لي. ده تاني لقاء ليك تحضره. طيب بعد حضورك لتاني لقاء ايه رايك في لقاء طلائع الدعوه السلفيه؟ بسم الله ما شاء الله لقاء جميل جدا، واحسن فقره عجبتني اللي هي فقره المدارس. استفدت منها ايه؟ استفدت منها الناس اللي فاهمه غلط عن السلفيه وكده يفهموا يعني اللي السلفيه مش الدين متشدد ولا حاجه. كان في فقره كان نفسك اللي انت تشوفها في لقاءات الطلائع ولسه ما شفتهاش؟ لا لحد دلوقتي. طيب يعني الحمد لله مربين لك كل رغباتك. ربنا ان شاء الله باذن الله ييسر لنا وتتمتع اكثر باللقاءات الجايه ان شاء الله. جزاكم الله خير. سلام سلام كمسك الختام على